اهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقة جديدة لريكاب سيا، اول حلقة في 2022. دونك اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022، باش نرجع لكل اخبار النادي الافريقي. اليوم باش نحكوا برسك على جميع الفروع ونثمة مستجدات في جميع الفروع. حلقة اليوم نبدوها بفرع كرة اليد كبريات. كما تعرفوا نهار الاحد اللي فات انطلقت بطولة كرة اليد كبريات بعد انتهاء التزامات المنتخب الوطني في بطولة العالم، وتلعبت الجولة الأولى، واللي نادي الإفريقي صاحب ثنائية الموسم الفارط على المستوى المحلي زائد بطولة العرب، دونك تريبلي للنادي الإفريقي في الموسم الفارط. كان حقق انطلاقة طيبة بالفوز على الجمعية النسائية بتزرك بنتيجة عريضة 35-12 بعد لو فاش الشوط الأول بتقدم النادي الإفريقي بنتيجة 21-2. نعطيكم بطبيعة النتائج كاملة تاع الجولة الأولى هذه. دونك المجموعة الأولى، النادي الإفريقي كان خسر 35-12 على الجمعية النسائية بتزركة. الجمعية النسائية بالساحل انتصرت على الأولمبي القفصي 35-28. في المجموعة الثانية، الأمير الرياضي برجيش كان انتصر على المستقبل الرياضي بالمرسى 32-24. المنزل الرياضي انتصر على المجلين الرياضية 30-24. المجموعة الثالثة، النادي الرياضي فتية بنزارت كان انهزم أمام الحمائم الرياضية بمنوبة 22-23. الجمعية النسائية بتبولبا كانت تعادلت مع الجمعية النسائية بالمهدية في قمة الجولة، زوز أكبر الأندية في بطولة كرة اليد كبريات، كانوا تعادل 30-30. وفي المجموعة الرابعة، نادي كرة اليد النسائية بالمقنين كان انهزم على أرضية ميدانه أمام الجمعية النسائية بزغوان 22-23، ومباراة برتقال منزل بوزلفة والزهراء لكرة اليد كانت تأجلت. ونعطيكم ترتيب مجموعة النادي الإفريقي المجموعة الأولى. دونك النادي الإفريقي المرتبة الأولى 3 نقاط، نجم الجمعية النسائية بالساحل 3 نقاط المرتبة الثانية، أولمبي القفصي في المرتبة الثالثة ب0 نقطة، وجمعية النسائية بالتزركة كيف ب0 نقطة في المرتبة الرابعة. نعطيكم تعيينات الجولة الثانية اللي باش تلعب النهار 8 ان شاء الله 8 جانفي. دونك في البرنامج عندنا المجموعة الأولى نص النهار، الأولمبي القفصي نادي إفريقي، دونك نادي إفريقي باش تحول القفصة الجولة الجاية. الخمسة تاع العشية، جمعية نسائية بتزركة جمعية نسائية بالساحل. المجموعة الثانية الماضي ساعة، المنزل المستقبل الرياضي بالمرسي استقبل المنزل الرياضي. الماضي ثلاثة، ميدرين الرياضية تستقبل الأمل الرياضي برجيش. المجموعة الثالثة الماضي ساعتين، الحمائم الرياضي بمنوبة تستقبل الجمعية النسائية بتبولبا. الخمسة تلاشية، جمعية النسائية بالمهدية تستقبل النادي الرياضي فتيات بنزرت. والمجموعة الرابعة والأخيرة، الماضي ساعة، نادي كرة يد نسائية بالمقنين يستقبل الزهرة لكرة يد، والساعتين الجمعية النسائية بزغوان يستقبل برتقال منزل بوزلفة. في كرة اليد أكابر المرة هذه نعطيكم تعيينات المباريات المتأخرة لحساب الجولة الثالثة. ذهاب كما تعرف بطولة كرة اليد أكابر ما توقفتش، واللي وصلت للجولة وصلت تو لحد الآن الجولة الخامسة، بالرغم من المنتخب الوطني كان دخل في تربص قبل المشاركة في كأس إفريقيا واللي فينالمون ما تلعبتش وتأجلت كأس إفريقيا. دونك برشا مباريات لبعض الأندية اللي ملعبيتها كانت مع المنتخب تم تأخيرها، من بينهم النادي الإفريقي اللي ملعب كان جولتين لحد الآن من مجموعة خمسة تلعبوا إلى حد اليوم. دونك خمسة جولات لعبت، نادي إفريقيا كان لعب جولتين منها فقط. دونك رابطة كرة القدم كرة يد عفوا كانت أعلنت اليوم على برنامج مباريات المتأخرة لحساب الجولة الثالثة وباش تلعب نهار 12 جانفي إن شاء الله. دونك في برنامج الجولة هذه المباريات المتأخرة، المجموعة الأولى الترجي الرياضي بتونس يستقبل الهلال الرياضي بمساكن. في المجموعة الثانية، النادي الإفريقي يستقبل نادي كرة اليد بجمال، والجمعية الرياضية بالحمامات تستقبل النجم الساحلي. ونعطيكم الترتيب إلى حد الآن، دونك نادي جمال في المرتبة الأولى ب5 نقاط، النادي الإفريقي المرتبة الثانية ب4 نقاط من زوز مباريات. دونك نادي جمال المرتبة الأولى من 4 جولات عنده 5 نقاط، الإفريقي في الثانية 4 نقاط من زوز جولات، النجم الساحلي المرتبة الثالثة ب4 نقاط من زوز جولات، جمعية الحمامات المرتبة الرابعة بزوز نقاط من
بزوز جولات، أولمبيك سليمان مجد الخامسة بزوز نقاط من 4 جولات، ونادي قصور أساف في المرتبة السادسة بنقطة واحدة من 4 جولات. نحكوا شويه تو كره قدم. دونك نادي افريقي كما حكينا في مقالات سابقه على موقعنا الرسمي كلوبيسبونيت ولا حتى في ريكاب سيا في الحلقه الفارطه اللي كانت متاع بثلاث ايام ما راح بمناسبه راس العام، وكان رجعوا الملاعبيه البارح 2-3 جانفي للتمارين في الحديقه الف. دونك تو باش تبقى هكا يا ثم تمارين يوميه الى يوم 10 جانفي، وين يتحول نادي افريقي لجربه باش يخوض دونك تربص مغلق ابارتير من 10 جانفي. وحسب المعلومات اللي عندنا دونك النادي الافريقي برمج بعض المباريات الوديه واللي باش تكون اولها نهار 12 جانفي بمقر التربص، وقت اللي يستقبل او يواجه الامل الرياضي بجربه. دونك امل بجربه انطلاقا من الساعه 10 صباحا، دونك 10 تاع الصباح ان شاء الله. بور لو مومون تعرف المباريات الوديه هذه دونك تنجم تشهد تغييرات سواء في الدات والا في التوقيت ان شاء الله. اذا كانت بدلت معلومه ان شاء الله نعطوها لكم في وقتها ان شاء الله. نواصل مع اخبار فرع كرة القدم ومع اخبار الميركاتو بالتحديد، وين تلاقت ادارة نادي افريقي عرض من نادي البنزرتي وزاد من الاولمبي الباجي من اجل انتداب الحارس غيث اليفرني خلال الميركاتو الشتوي اللي بدا نهار 2 جانفي نص الليل. وحسب المعلومات اللي عندنا الافريقي لا يمانع في التفريط في اليفرني ولكن في شكل اعارة فقط الى غاية نهاية الموسم، خاصة مع توفر الرصيد البشري في الخطة هذه. كما تعرفوا عندنا برشا يعني دي جارديان، عندنا مثلا معز حسن، سيف الدين شرفي، وسام الحنزولي، وزاد عندنا الحارس النخبة أحمد العبيدي. دونك النادي الافريقي ينجم يسلف اليفرني الواحد من الأندية دوما الزوز هكاك على الأقل يلعب خير يبقى على البنك، وإلا ينجم يكون حتى خارج القائمة بحكم أنه ثم إشواء بالنسبة للإطار الفني. نكمل مع اخبار الميركاتو، وين كان اعلن نادي الافريقي على انتداب جديد في فرع الكره الطائره بانتداب اللاعبه ماريا يوانوفيتش، وهي لاعبه صربيه من مواليد 1989، وكان لها تجارب عديده في انديه سواء في صربيا والا في الجبل الاسود والا في سويسرا وزاد في بلجيكا. دونك عندها خبره كبيره برشا اللاعبه هذه. انتداب ثاني كان اعلن عليه النادي الافريقي لكن المره هذه في فرع كره السله، وين تم الاتفاق والامضاء رسميا مع اللاعب هيرنست لاروش، وهو لاعب من أصول كندية وعنده زاد الجنسية الهايتية من مواليد 1989 كيف يشغل خطة واحد. دونك وكان لعب سابقا في النجم الساحلي، يعني تجربة في النجم الساحلي في تونس، ولعب زاد في برشا أندية في أمريكا اللاتينية وزاد في المكسيك، وتم زاد تأهيل اللاعب رسميا إن شاء الله باش يكون مع المجموعة في مرحلة البلاي أوف. بما انه حكينا على الانتدابات في فرع كرة السلة، نكملوا حلقتنا اليوم باخبار الفرع هذا، وين كان من المبرمج انه تلعب مباريات الجولة الاولى ذهاب في مرحلة التتويج مرحلة بلاي اوف غدوة الحي 4-5 جانفي، الا انه جامعة كرة السلة اعلنت البارحة على تأخير الجولة الوقت لاحق بسبب اصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا، خاصة في صفوف الاتحاد المنستيري والنجم الرادسي. ان شاء الله لاباس بالنسبة للاعبية المرضى. وفي انتظار تحديد تاريخ الجولة نعطيكم تذكير ببرنامجها، ونذكر زادة لأنه ما فماش نقاط حوافز في المرحلة هذه، يعني جمعيات الكل إن شاء الله باش تبدأ من صفر نقطة، مع العلم أنه الأربعة الأولانيين هم اللي ترشحوا للنصف النهائي. دونك البرنامج عندنا فيه النادي الإفريقي تستقبل الزهراء الرياضية، الملعب النابلي يستقبل النجم الراتسي، وشبيبة القيروان تستقبل الاتحاد المنستيري. هكذا نكون وصلنا لاخر حلقتنا اليوم، وعملنا حوصله لكل الاخبار خاصه بكل الفروع. ان شاء الله نعود نتقابلوا من جديد في حلقه اخرى على ريكاب سيا. دونك دي سي لا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتتابعوا كل اخبار النادي على قناتنا ريكاب سيا، وتشغلوا لي نوتيفيكاسيون، هام برشا باش توصلكم نوتيفيكاسيون عشاك فوا نبتوا فيها جديد على قناتنا، بالطبيعه على موقعنا الرسمي كلوبيسبونيت والصفحه الرسميه على الفيسبوك كلوبيسبونيت موجوده كل الاخبار الخاصه بالنادي. شكرا متابعة، إلى اللقاء.